وأيدناه بروح القدس، أيدناه بروح القدس. والراجح من قول أهل العلم أن روح القدس هنا من هو؟ جبريل. فقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل الحديث. وروح القدس هنا من هو؟ جبريل. ولذلك الراجح من قول أهل العلم من أهل التفسير أن روح القدس هنا جبريل، وجبريل هو أفضل الملائكة، جبريل أفضل الملائكة. وسيأتي الكلام على جبريل في محله بحول الله. والله جل وعلا جعل جبريل هو الرسول بينه، هو الرسول بينه وبين أنبيائه، بينه وبين أنبيائه. ولذلك ما من نبي ولا رسول إلا ويوحي الله إليه عن طريق جبريل عليه السلام.